الاستسلام. لا سلام ولا أمان. لا سلام ولا أمان. لا سلام ولا أمان. لا سلام ولا أمان. وأسرنا خلف القضبان. وأسرنا خلف القضبان. ويلي تنادي بالسلام. يلي تنادي بالسلام. بكرة بتكتب على الحيطان. بكرة بتكتب على الحيطان. متأسف أنا ندمان. متأسف أنا ندمان. بدي حولها شعبي. بدي أولها شعبية. شعبية 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 شعبية. هاي ثورتنا الشعبية. هاي ثورتنا الشعبية. عاش المد الثوري عاش. عاش المد الثوري عاش. عاش المد الثوري عاش. عاش المد الثوري عاش. عاش المد القومي عاش. عاش المد القومي عاش. من صافة دم الرشراش. من صافة دم الرشراش. يا سمير يا بطل. يا سمير يا بطل. اسمك رمز المعتقل. اسمك رمز المعتقل. خاطر كان البداية. خاطر كان البداية. سامر حمال الراية. سامر حمال الراية. معنا عبد الله طرابية طبعا ناشط في شبيبة التجمع الوطني الديمقراطي في سخنين. هذا اليوم العاشر أنتم تقفون هنا على دوار قبالة نصب التذكار لشهداء يوم الأرض. أنتم تقفون وقف التضامن مع أسرى الحرية. بالأمس كان طبعا سامر العيساوي، جميع أفراد العائلة كانوا موجودين هون، وقفوا معكم، عبروا عن مشاعرهم. هل أدي أمر كان جدا مؤثر؟ كيف شعوركم أنتم عم بتقوموا بهذا الأمر لليوم العاشر؟ احنا هون اليوم العاشر على التوالي كيف تفضلت وحكيت، واقفين على نقل قضية الأسرة للشارع وللرأي العام في سخنين. احنا انطلقنا بمشروع اسمه قضية الأسرة قضيتي، شباب منطقة البطوف اللي دعينا للإشي، وكان الإشي رد على التصعيد الإجرامي للأسرة في سجون الاحتلال اللي عمال إسرائيل تحرمه من أبسط المطالب اللي من أبسط الشروط اللي أي إنسان مقصور بالأسر لازم يخذها. نعم. وغير هيك أم سامر العساوي كما وصفت امبارح أنه هو ابن فلسطين، مش بس ابنها، هو ابن فلسطين لأنه بدافع عن قضية الشعب الفلسطيني ككل. نعم. احنا بما انه ابن فلسطين، بما انه دفع ثمن حريته عشان احنا برضو لازم نضحي حتى باضعف الايمان اللي هو ننطي من وقتنا ومن طاقاتنا لكي ننقل هذه القضية للشارع العام وتصعيد الاجواء لكي تكف الحكومة الاسرائيلية ايديها عن اسرانا في سجون الاحتلال. نعم. يعني بالاضافة لقضية الوقف التضامني، انتم تنظمون العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية من يعني بهدف انه توعية الشباب الشبيبة. طبعا بعد كل وقفة على الدوار امام نصب التذكاري يكون محاضرة في النادي توعية وتثقيف عن احوال الاسرى، عن المعاناة التي يعانونها، عن كيفية التعامل مع التحقيقات اذا كان في يوم من الايام لا سمح الله احدى الرفاق او الناشطون هنا بالمعتقل، كيفية التعامل مع هذه القضايا ككل. وكما ترى هنا أن أغلبية المشاركون أطفال وشباب تحت 20 عام، هذا يدل على أن مقولة الإسرائيليون أن الكبار يموتون والصغار ينسون هي مقولة كاذبة. وهذا التضامن مع الأسرى يدل على الوعي الوطني والحس الوطني عند الشباب في المجتمع الفلسطيني، ويجب ان كما ويجب ان نصعد هذه الامور ونشرك جميع الشعب الفلسطيني او بالاحرى في سخنين وفي منطقة البطوف ليكون تصعيد جماهيري يوجد له صدى.